فن الجرافيك يعني فن الطباعة، وكان في بداية الحديثة على أيدي الصينيين في القرن التاسع، وطبعت أولى الكتب بواسطة الكلايش الخشبية، وبعد ذلك تفنن الصينيون وأنتجوا لوحات فنية باللونين الأبيض والأسود. عايزة أن انتقل هذا الفن إلى أوروبا في القرن الرابع عشر، حتى أن الكتاب المقدس طبع بهذه الطريقة. ثم انتشر هذا الفن ليشمل الحجر والخشب والمعادن كالزنك والنحاس وحتى الأقمشة. وفي العراق برز فنانون كبار منهم رافع الناصري وضياء العزاوي وصالح الجمعي وغيرهم، ولقاء الليلة سيكون مع الفنان رافع الناصري. درجة العادة عندنا أن يذهب طالب الفنون التشكيلية للتخصص في الغرب، وأنت اخترت الصين، فلماذا كان هذا الاختيار؟ الاختيار يبدو غريبا بعض الشيء، لكن بالنسبة لي أنا أصور ذكرتها عدة مرات، وآخرها في الندوة، ندوة اللي صارت بمعرضي الأخير. في حياتي الفنية عدة محطات، ثلاثة أو أربع محطات، من ضمنها والأساسية أعتبرها المحطة الأولى اللي هي المعرض الصيني اللي أقيم في معهد الفنون الجميلة عام 58. حقيقة المعرض كان يشمل كثير من أنواع الفنون الصينية، وأثار اهتمامي الرسم الصيني التقليدي بالذات والجرافيك الصيني، فنوع من الانسجام صار بين ما أنا كنت متعلم يعني الرسم في معهد الفنون الجميلة وبين هالتقنيات الجديدة. فكرت أنه معظم شبابنا كانوا يروحون إلى الغرب لدراسة الرسم، بيني وبين نفسي أنه خل أجرب طريق آخر أو أسلوب آخر بتعلم الفن. وبالفعل أنا أعتقد أني محظوظ إلى درجة ما في اختياري الدراسة في الصين، ولا زالت التأثيرات هذه الدراسة يعني بالذات يعني الفن الصيني التقليدي لا زال يظهر بين فترة أخرى في أعمال الفن. طيب قبل ما تروح، ما فكرت بالنسبة للغة؟ اللغة الصينية عادة صعبة لأن خالية من الأبجدية، واللي يتعلمها عليه أنه يحفظ مقاطع. صح. يعني ما لقيت هاي الصعوبة ولا هو سؤال يعني بعيد عن الموضوع؟ لا أكيد الحقيقة يعني واحد من يعني بعمر الشباب، يعني أنا كان عمري 19 سنة، أي صعوبة ممكن أن تذلل، يعني مو مشكلة اللغة. الحقيقة واجهنا صعوبات كثيرة في اللغة، خصصت السنة الأولى للغة، والدراسة كانت تتراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات يوميا، يعني تكثيف لتعلم هذه اللغة. بالسنة الأولى تعلمت 5000 مقطع، بعدين زادت. وتعرفين اللغة الصينية تنسي بسرعة، يعني الآن يعني الآن لو عندي 500 مقطع يمكن أنا أكون محظوظ. ظهرت تأثيرات الفن الصيني في معظم لوحاتك يعني وكل مسيرتك تقريبا الفنية، خاصة في درجة وحساسية التعامل اللوني والشفافية العالية. صحيح. فهل هي بالذات هذه هي خصائص الفن الصيني؟ من أهم الخصائص الحقيقة، لأنه أولا الفن الصيني يعتمد على فلسفة معينة بالحياة، وثانيا التقنيات يعني المواد الرسم، مثلا يستخدمون بشكل أساسي ورق اللي هو مصنوع من الرز، يعني الورق اللي يشابه النشاف، يعني الحبر لما يسقط عليه يمتص وينتشر بسرعة. ولهذا فتشوفين انه العمل مالهم يعني اثناء الرسم يكون جدا سريع، و يعني بي نوع من النرفزة.
حقيقة اللي هذه ظهرت عندي بالفترة الأخيرة، يعني ربما العشر سنين الأخيرة. يعني أكون جدا متنرفز بالعمل لأنه اختاريت مادة ربما هي الصدفة، اللي هي الأكريليك اللي تجف أسرع من المادة الزيتية. نعم. فلما أستخدمها يعني لازم ألحق قبل أن تجف. فشوف أي يعني النتيجة تظهر سريعة. سريعة جدا جدا جدا، يعني مرات خلال دقائق لازم واحد ينهي العمل. هذه واحدة من التأثيرات. الخصائص الأخرى بالفن الصيني الشفافية، عندهم يعني درجة اللون الأسود، هم يعتمدون على الأسود الأبيض بشكل كبير جدا، فتشوفين تدرج الأسود يكون ما لا نهاية، يعني مئات من التدرجات. وبنفس الوقت يعني عندهم البرسبكتيف اللي الموجود بالفن الغربي يكاد ان يكون معدوم او يعاملوه معامله اخرى. يعني السماء مثلا ما يرسموا ازرق ولا يخلون اي شيء، يعني يبقى ابيض، مرات النهار يبقى ابيض. يعني اكو بتركيب اللوحه الفنيه تركيبات هي صينيه بحته. نعم، وخاصة أنه هو في فن الجرافيك اللي هو فن الطباعة، يعني هذه الشفافية واضحة أكثر. يعني لا، أنا دا أحكي بشكل أولي عن الرسم التقليدي، يعني الرسم بالفرشة. نعم. الجرافيك أيضا بشفافية، بس لأنه مثلا الفن الصيني الجرافيك الصيني بالذات يعتمد على الخشب، فالخشب بنوع من القسوة. نعم. يعني أكثر من الفرشة والرسم على ورق رز. مع هذا يعني بالتطور الفن الصيني الشغلات الحديثة تكاد أن تقارب الشفافية اللي موجودة بالرسم. نعم. بس بالأساس الجرافيك هو عادة أخشن من الرسم. نعم. هذا بالنسبة للفن الصيني. بالنسبة لي يعني أنا بعدين يعني اشتغلت على الخشب، حفر على الخشب، والآن أشتغل على الزنك. الزنك يساعدني أن أحقق الشفافية اللي ممكن أن تحقق بالرسم، وخاصة بالألوان المائية. نعم. يعني هنا أنا أيضا استفادة بشكل مباشر من منابع الفن الشرقي. نعم. وبالذات الفن الصيني. أستاذ رافع، عدت من بكين في عام 1963 بعد دراسة 4 سنوات، وفي عام 1967 سافرت إلى لشبونة وبقيت حوالي سنتين إلى 69. نعم صحيح. هل نضج أسلوبك في هذه الفترة؟ يعني بعد خلينا نقول الفترة ما بين 63 إلى 67 أنا كنت أعمل في بغداد وحاولت أن أطور الأسلوب الواقعي اللي كنت أتناوله أثناء الدراسة في الصين وما بعدها. وصلت إلى حد قريب إلى أن يعني أختزل، أخذت أختزل كثير من الرموز من العناصر اللي هذه قبل السفرة، هاي قبل 67. فمن وصلت لشبونة حقيقة عالم مختلف جدا، وتعرفين بهالفترة تقريبا العالم كله مشغول بثورة كبيرة، سواء بالثقافة، ثورة بالمجتمع، بالفن. نعم. يعني بكل معطيات الحضارة الجديدة. يعني تعتبر فترة الستينات، أواسط الستينات إلى حد السبعينات، يعني من أهم الفترات بالنسبة للنضج الفني الثقافي بالعالم كله. نعم. فكنت في وسط هالخضم هذا، يعني يجب أن أكون فنان عربي داخل الوسط الثقافي المملوء غرابة ودهشة وجمال وما إلى ذلك. فحاولت أن أوصل يعني شوي شوي إلى الاختزال الأكثر، إلى جماليات أكثر تخصنا، يعني بها هوية، خلينا نقول هوية محلية. نعم. فجربت على الحرف العربي اللي هو يعني بالدرجة الأولى يتبادر إلى الذهن ويكون محقق لرغبات الفنان. نعم.
وبالتأكيد على مثل ما قلت خصوصية أو الهوية. فاشتغلت على الحرف العربي منذ تقريبا نهاية 67. ب68 أخذ مدايات جديدة، أخذ أشكال جديدة، واستقريت يعني من على أسلوب معين تقريبا، يعني من 68 على أن يكون الحرف العربي هو الأساسي. يعني بالبداية كان هو يشغل اللوحة كلها، بعدين أخذ أشكال مختلفة وأخذ رموز مختلفة، وإلى حد اليوم يعني اللوحة عندي الحرف العربي جزء أساسي منها. نعم. ومتى تعرفت على هذه المادة؟ مادة الأكريليك. الأكريليك هو بنفس الفترة، يعني كنت أشتغل على الجرافيك وكنت أشتغل على الرسم. نعم. بنفس الوقت. فالأكريليك مادة جديدة بالنسبة لنا، يعني ما كانت موجودة في العراق ولا زالت الحقيقة محدودة جدا. استخدمتها، كانت ملائمة لي يعني بطبيعتي أيضا، يعني كان عندي نوع من الحساسية تجاه الزيت. فهذه المادة ما بها يعني من ناحية صحية قصدك؟ بها شيء من الصحية، وبها أيضا تحقق لي طريقة العمل. نعم. يعني السرعة اللي تحدثت عنها. السرعة والجفاف السريع، وتخلق هالنوع من النرفزة بمتابعة تطور اللوحة. نعم. ومن ذلك الوقت يعني تقريبا ربما أني من الأوائل اللي استخدموا الأكريليك بالفن العراقي، ولا زلت مصر عليه، ويعني وصلت يعني إلى معرفة أسراره بشكل لا بأس به. يعني دخلت عليه إضافات أخرى أو مواد أخرى؟ لا، بس مشكلت أسراره. أسراره ما هو تلاحظين هو مثلا يمزج ويا المي. نعم. فالأسرار أنه شلون الكمية الثخن هنا بيؤدي لهالوظيفة، بمكان آخر يؤدي وظيفة أخرى. يعني إذا تلاحظين التكستشر الثخن اللي موجود باللوحة. نعم. طبعا هذا محقق بأكريليك. نعم. أكريليك أبيض وبعدين أخلي له لون يعني ألونه، والأفق مثلا بكمية من المي إذا زادت أو نقصت تؤدي إلى يعني عدم وضوح هذا. نعم. يعني هذا العمل. نعم. أستاذ رافع، قبل قليل أنت تحدثت عن الثورة في الفن في العالم أجمع وشملت حتى العراق، وفي هذه الفترة ظهرت جماعة الرؤية الجديدة بعد العودة من لشبونة في عام 1969. ممكن الحديث عن تأثيرات هذه الثورة على الفن العراقي الحديث، وأيضا حديث عن هذه الجماعة؟ التأثيرات أقرب بعد، أو خلينا نقول أبعد بعد، يعني منذ 65 أواسط الستينات. تعرفين بالفترة ما بين 60 إلى 65 كثير من الشباب اللي خريجين معهد أو خريجين ثانوية طلعوا يدرسون في أوروبا، فالحقيقة اكتسبوا هالروحية هذه. كان هناك في هذه الفترة ثورة ضد أي شيء تقليدي. نعم. فلأول مرة مثلا بالفن العراقي هذه في أواسط الستينات العفو ظهرت الأساليب الحديثة بالفن العراقي. بال 69 سنرجع إلى الرؤية الجديدة. 69 تقريبا احنا قاطعين فد مرحلة 5 سنين بهالتغيير والتجديد والتفاعل ما بين الرواد وأساليبهم يعني آسف إذا قلت التقليدية، والشباب والأساليب الحديثة، التفكير الجديد بالعملية الفنية. 69 احنا بالنسبة لنا مجموعة من الشباب ستة. من انت تذكر الأسماء؟ طبعا ضياء العزاوي، إسماعيل فتاح، محمد مهر الدين، صالح الجمعي، هاشم سمرتشي، وآني. نعم. بعدين بقينا أنا وضياء وصالح وهاشم، واستمرينا نعرض، يعني خلينا نقول بقينا أمينين إلى بيان الرؤية الجديدة. البيان إذا تذكري هو نوع من تغيير مسار معين، على الأقل بالنسبة لنا دعوة إلى التغيير.
هو احنا نريد نغير يعني بما نعمله اولا، وبعدين الدعوه للاخرين يعني هي كانت انه احنا نرجع الى التراث، بس مو هو اللي يكون هو الاساس، هو الصوره الكامله. احنا معاصرين بنفس الوقت، ناخذ من التراث ما يفيدنا، ناخذ الروحيه الانسان العراقي الجديد المعاصر، نفكر بالمستقبل من هذه الأفكار. فالأساليب الجديدة بالفن يجب أن نأكد عليها، ولهذا إذا يعني نرجع إلى التاريخ، مثلا تاريخ الملصق العراقي الحديث، نعم، اللي هسه نسميه البوستر، نعم، أول معرض أريد أن أذكرك به، 71 أول معرض لملصق عراقي، نعم، بمواصفات عالمية، نعم، يعني على الأحجام، التقنية، الأفكار اللي وراء، وطريقة العرض أيضا، طريقة العرض، تلاحظين يعني هذه طبعا سبق معرض الملصق العراقي بعد حرب 67، وكان يعني معرض جيد جدا، بس مو بالمواصفات اللي احنا طرحناها، يعني كان اولا محدود الافكار، بعدين يعني الاحجام مالته، طريقة العمل، احنا تصرفنا بشكل اخر وطرحنا مواضيع مختلفة، سواء ثقافية، اجتماعية، سياسية، حتى سياحية. فيعتبر من يعني من الخطوات الاولى لتحقيق بيان الرؤية الجديدة. اثنين، حاولنا ان نأكد على الاساليب الجديدة بالفن، يعني اساليب التعبير بالفن العراقي، من ضمنها الجرافيك. في عام 1984 اقمت معرضا في بغداد سمي ادعية اي بغداد، وكانت لوحاتك تتميز بالالوان المحلية والحرف العربي والافق المفتوح واستخدام طبعا الرموز والطائر. أريد حديث عن الأفق أو عن هذا المعرض بشكل عام، بعدين نبدي نتحدث عن تعاملك مع الأفق. المعرض هذا هو تكمل الحقيقة لتجربة سبقتها يعني بسنتين تقريبا، وتأكد بجزء منه في معرض الشخص اللي أقمته في باريس عام 83، كان جزء منه هو بغداد وأدعية لبغداد. في 84 على قاعة الرواق قمت معرض كله تقريبا يتناول هالموضوع هذا، أدعية لبغداد، مثل ما تفضلت يعني التفاصيل اللي انت ذكرتي. الأفق أساسي باللوحة من فترة طويلة عندي، بس في هذا المعرض أخذ معنى آخر. تعرفين ارتبط بالطير، الطير محلق في السماء يعني تقريبا بمستوى الافق، فوق الافق يعني بهالمساحة من اللوحة، اضافة الى بعض الرموز اللي حملتها للحرف نفسه، مثل ما مثلا كلمة بسم الله، او كلمات يا الله، كلمات، نعم، تلاحظين يعني بالسابق كنت استخدم حروف لا تقرا، نعم، وحروف منفرده، ولا زلت، بس بها هالموضوع، تعرفين يعني واحد من يشتغل على موضوع معين يجب ان ينطي كل ابعاده، نعم، والروحيه الممكن ان تسوده. فهذه الاساسيات مالتها، انه حروف عربيه بها نوع من الكلمات المقروءة إلى حد ما، يعني مو مقروءة بشكل كامل، بس ممكن أن واحد يستشف منها هذا المعنى، فيها الأفق، فيها الطير. أعزائي المشاهدين، انتهزنا فرصة إقامة المعرض 16 للفنان رافع الناصري في قاعة الرواق، وأقيم في شهر كانون الثاني، ونقدم لكم هذا اللقاء القصير في المعرض. أستاذ رافع، لك في الأفق موضوع واستمر لسنوات عديدة، والأفق هو الحد الفاصل بين الليل والنهار، أو الضوء والظلام، أو كما سميت الثنائية في الحياة، فكيف استخدمت الألوان في هذا الموضوع في المعرض الأخير؟
البحث الرئيسي منذ فترة بالنسبة لعملي هو هذه الثنائية، تكاد أن تكون هذه الثنائية هي المحور لكل أعمالي سواء في الرسم أو الجرافيك. الثنائية هذه ربما استخدمت بالفترات الأولى من خلال أسود وأبيض، وبعدين لاتصالي بالفلسفة الشرقية اللي تعتمد على هذه الثنائية، الليل والنهار، الحياة والموت، الرجل والمرأة، الماء والنار، وهكذا السماء والأرض. فالأفق استخدمته بشكل يكاد أن يكون غير واقعي. أنا لا أقصد أن أقدم أفقا اعتاد المرء أن يراه. الأفق في لوحاتي هو متخيل، وأود أن يتخيله المشاهد أيضا. ربما يذكره بأفق أثناء الفجر أو أثناء الغروب، ولكن أنا ألعب على ألوان هذه الآفاق وأكسبها روحية جديدة. طيب، بالنسبة للرموز المستخدمة في معظم لوحاتك، هناك تكرار لرموز معينة وتركيز واضح للرموز البسيطة. الرموز، هناك رموز كثيرة في الحياة وممكن أن تشكل انسيكلوبيديا ربما للإنسان، لكن الفنان عليه أن يختزل كل هذه الرموز بأبسط ما يمكن، بأقل ما يمكن، لتوحي للمشاهد أو المتلقي أو المستمتع بالعمل الفني بأشياء معينة. ربما هذا الرمز، يعني الرمز الواحد ربما يعني الكثير، رمز بسيط ربما يعني الحياة بكاملها، ربما يعني الروح، ربما يعني الإنسانية بحد ذاتها. فرموزي الحقيقة في الفترة الأخيرة وفي هذا المعرض بالذات تكاد أن تكون ثلاثة أو أربعة، وأحملها الكثير من المعاني. أحاول في كل لوحة تعطي انطباعا مختلفا، تعطي احساسا مختلفا وروحية مختلفة. كل هذه طبعا جاءت من انه انا ارى الاشياء بطرق مختلفة. مثلا هذا طبعا الحروف العربية اساسية كرمز اساسي موجود باللوحة، واستخدم بعض الحروف اللي هي الواو والسين اللي لها الشكل الفني، يعني القابلية التشكيلية في اللوحة ولها الإيحاءات المختلفة. استخدم رمز علامة الضرب أو الفي أو الإكس أو الكروس، أو يعني بمختلف الأشكال استخدم الرقم. والآن الومضة، ومضة الحياة، هذه الومضة الجديدة، و بعض الأخوان سموها مذنب هالي تتكرر بكثرة، أنا أعاني بها. والومضة السريعة للحياة، تعرفين أنه عندنا بالتقسيمات اللوحة الفنية هناك مكانات ممكن أن تكون هادئة جدا، فلكي أحركها بصريا فاستخدمت هذه الومضة، وطبعا بنفس الوقت تكسب اللوحة معنى مختلف عن ما هو موجود. والطير، الطير أو العصفور، إذا ذكرين في المعرض السابق في أيضا في قاعة الرواق اللي كان تحت عنوان أدعية لبغداد، كان الطير متكرر في لوحاتي ولكنه في حال الطيران. عادة يكون بمستوى الأفق طيرانه، افتح جناحيه منطلقا سابحا في هذا الفضاء الكبير. الآن الطير أحمله رموز مختلفة الحقيقة، لا يمكن أن أعددها، هذه أنا أود أن المشاهد يستلمها أكثر من معاني. أعطي حالة ساكنة، ساكنة متوقدة، مسالمة، متأملة، متوثبة.
يعني هذا يمكن مداخل بسيطة لهذه الحالات. أستاذ رافع، الأطر التقليدية المعروفة لمعظم اللوحات ولكل الفنانين هي المربع والمستطيل، وأنت جمعت بين المربع والمستطيل في لوحة واحدة، فهل هذا يخدم الفكرة أو الموضوع؟ بالضبط، يخدم الحقيقة الفكرة، يخدم الشكل الفني للوحة. هذه اكتشفتها مؤخرا في تتبعي للمنمنمات العربية الإسلامية. هناك الكثير من كسر هذا الشكل. تعرفين سابقا هي أساسا رسوم داخل الكتب، فخلال الصفحة هناك مستطيل والفنان يطلع من هذا المستطيل إلى أجواء، إلى يعني ينتمي للبيئة أكثر، اللي هي السطح الأبيض اللي خارجه، فاستمديتها من هناك. وتلاحظين أنه عادة الآن هي بالأسفل، أنا بالمستقبل طبعا راح أحركها بأشياء مختلفة، خدمة التكوين الفني وخدمة أيضا الفكرة. وبصريا يعني احنا معتادين على هذه الاشكال الهندسيه المتعارف عليها، مربع، المستطيل، المعين، كذا، الدائره. هذه كسرت ايضا الشكل البصري اللي ممكن ان يحرك في المشاهد بطريقه مختلفه، والفضاء الموجود اضافه الى البيئه اللي راح تخلقها، يعني الشكل الغير الحر خلينا نقول، راح يخلق بيئة أخرى داخل، يعني ينتمي إلى اللوحة أكثر، يعني ينسجم مع اللوحة. ولهذا أنا أعتقد أنه بتعليقها على الجدار يجب أن يدرس الجدار بشكل يعني جدا دقيق، ويعني تحسين بفضاءات الجدار وعلاقتها بفضاءات اللوحة. طيب هذا الشكل نقدر نقول قريب من البوب آرت؟ لا، ما له علاقة بالبوب آرت الحقيقة. هو موجود أيضا في كثير من التجارب العالمية المعاصرة بس بأشكال مختلفة. يعني أنا أعتقد أنه أقرب إلى فنون القديمة من الفنون الأوروبية المعاصرة، يعني خلق أقول أنه مالنا قبل أن يكون مالهم. بدأ الرسم العراقي الحديث مع طروحات الفنان الخالد جواز سليم التي كانت تقوم على أساس إقامة توازن بين ما هو مستلهم من التراث الماضي وبين ما هو مأخوذ من الحياة المعاصرة. وقد استطاع الفنان جواز سليم أن ينجز بعض هذه الطروحات ولكن بأسلوبه الشخصي. هذه الطروحات تحولت مع نهاية الخمسينات وبداية الستينات إلى مد تزييني، أي أنها تخلت عن روحيتها السابقة. في الستينات حدثت قطيعة بين الماضي وبين الفنانين الشباب آنذاك بدفع رغبة الفنان في أن يكون عالميا. مع هذه القطيعة كان هناك تيار يتزعمه ثلاثة فنانين أو أكثر، هم شاكر حسن آل سعيد ورافع الناصري وضياء العزاوي وغيرهم. ميزة رافع الناصري بين هؤلاء أنه استطاع أن يقيم صلة بين الأصالة بمفهومها المؤثر التاريخي وبين المعاصرة بمفهوم الانتماء إلى الحياة. رافع الناصري أخذ من التراث، أخذ من الماضي الوحدات الأساسية فيه، أي أخذ من الإنجاز العربي الإسلامي في الرسم الوحدات الأساسية فيه ثم وظفها داخل اللوحة. اللوحة لدى رافع الناصري هي بناء قبل كل شيء، عمارة يؤسسها على أساس استلهام روحية الحدث المعاصر. أستطيع أن أؤكد أن رافع الناصري من أكثر فنانينا معاصرة، أي انتماء إلى العصر، بمعنى أنه يتأثر بالعصر الذي يعيش فيه ويؤثر أيضا. الناقد فاروق يوسف. أستاذ رافع، لاحظت أنه عندك مجموعة كبيرة من السلايدات والصور الفوتوغرافية لمشاهد بيئية، عندك لوحات مقاربة بالشكل أو باللون لهذه الصور؟ مثلا احنا حضرنا طبعا أعزائي المشاهدين مجموعة من الصور الفوتوغرافية
لبعض المسائل اللي ربما المشاهد ما يتصورها. مثلا هنا هذه الباب اي جزء من باب، هذه جزء من باب يعني التقطت يعني بعين رسام. نعم. هذه اساسيه. وبعدين انا اصور القضايا الصغيره جدا اللي يمكن العين الاعتياديه تمر عليها بسرعه، التقطها لاستفاده منها يعني بالنسبه لعمل الفني. انا اسميها مصادري البصريه. نعم. اللي هي موجودة بالحياة بشكل تفصيلي. ف يعني الرسم متأثر أو مو متأثر، ملتقط بعض الأشياء اللي بالفوتوغراف والفوتوغراف أيضا. يعني أنا من أصور هذه طبعا بتصوري للوحة مالتي، شلون راح أشوفها أو أبحث عنها في مصادر الحياة، وبنفس الوقت هذه ممكن أن بدون شعور ربما تأثر على جزء من عملي أو يعني بعض الرموز في هذه الأعمال. حتى الصخور يعني لاحظت بالحديقة عند دخولنا مجموعة من الصخور مصفطة أو مرتبة بشكل، وأني لاحظت أيضا في معرضك الأخير في لوحاتك مو أكو ربط بيناتها. أي بالفعل يعني هذه احنا نسميها الحصو. نعم. هذا يعني جوابك لهذا السؤال يذكرني بما كتب المستشرق الفرنسي جاك بيرك في دفتر الاستقبال لإحدى معارضك أعتقد بال79 79 بالفعل، وقال إنه وعاء للكون ودراسة متعمقة لأرضية الإنسان وطبيعته وتطلعات الإنسان لآفاق أبعد من هذا. بس بنفس الوقت يعني جاك بيرك حقيقة أعجب بهذا المعرض بشكل خاص، هو متابع عملي من فترة من أوائل السبعينات إذا تذكرين، من المربد الأول هو إجا. نعم. إجا إلى العراق، إجا إلى البصرة، فكنا بذاك الوقت كان عندنا معرض مرافق لمهرجان المربد في البصرة، فثارت عندنا كثير من التواصل مع هذه الأعمال المعاصرة، وبالذات هو يعني جاك بيرك معجب بالفن العراقي المعاصر كثيرا. المهم انه هذه المقولة ترجمت مو بالشكل المضبوط، يعني يقال انه بالفرنسي باللغة الاساسية اللي كتب بها جميلة جدا. مع هذا يعني بالعربي ايضا قريبة هي ولو مو نفس الروحية بس قريبة. جاك بيرك لخص بهالعبارة، لخص كثير من ما قيل أو كتب أو ما استشف من هذه الأعمال وبهالفترة وربما لمرحلة بعدها. يعني كل اللي انثار حول المعرض أو عملي بهالفترة هو لخصها. نعم. حقيقة. وطبعا ما كان إلى علاقة بما كتب، يعني هو إجا شاف المعرض ورأيه الخاص بالضبط. نعم. بس يعني الحقيقة صار نوع من التوافق ما بين هالرأي هذا. نعم. وما بين الجو المعرض أو ما أحيط بالمعرض. نعم. أستاذ رافع، عودة أخرى إلى مقالاتك في الصحف، في مرة من المرات رفعت شعار المزيد من الألوان لمدينة بغداد، هل هذا الشعار إلى علاقة بما شفته في مدينة أصيلة بالمغرب؟ جزء منها مدينة أصيلة، بس بشكل عام يعني هو ضمن الفن والبيئة. نعم. هو مقال عن الفن والبيئة، وكان قبل محاضرة عن النوع من العلاقة ما بين الفن وبيئته والحياة اليومية، وشون الإنسان ممكن أن يكون متفاعل أكثر مع الإبداع الفني سواء جدارية أو نحت أو حتى رسوم على جدران خارج المتاحف. نعم. يعني خارج المتاحف والصالات هناك فن موجود ضمن الفضاءات الإنسانية بهالشكل. فأصيلة الحقيقة تجربة بالنسبة للوطن العربي، تجربة تلاحظين الجدران شو مرسومة. نعم. هي مدينة صغيرة جدا، صبغوا جدرانها بالأبيض وجاءوا الفنانين ورسموها
كل من بطريقته وكل من بأسلوبه. أي منطقة بغداد تستوعب هذه الحالة؟ أعتقد كان ممكن شارع حيفا يكون، وأنا أيضا أبديت هذه الملاحظة وكتبتها بشكل فكرة نشرت في جريدة الثورة حول أنه هل الشارع هذا الحديث جدا اللي مبني بأواخر القرن العشرين وهو الحقيقة يعني معاصر إلى درجة ومن من من أهم المناطق في بغداد الآن يعني كعمارة حديثة. نعم. لكن شارع كونكريتي يعني ممل من الألوان الكونكريت والألوان اللي الترابية بشكل عام، يعني الشارع بشكل عام، فأراد لأعمال فنية بها لون. حسب ما أذكر من ضمن الفضاءات اللي موجودة بين العمارات كنت مقترح أنه تكون مثلا حدائق للأطفال مشكلة على نحوت أو أشكال كونكريتية ملونة اللي ممكن أن يلعبون بها بحرية. يعني قصدك أستاذ رافع مثل منحوتات أو قطع هنري مور اللي بيها فجوات وفتحات ممكن الأطفال ينفذون منها أو يلعبون بها؟ إلى حد ما، بس بنفس الوقت يعني مو بهالقيمة الفنية الكبيرة. نعم. يعني مو شرط، يعني أشكال ممكن أن تكون بمواد أقل وبسهولة تناول أكثر. بالمناسبة يعني هذه المنحوتات مال هنري مور يعني شايفها في حدائق عامة بالخارج والأطفال يتمتعون بها بشكل مذهل. نعم. يعني مثل ما تفضلت يفوتون بالفتحات ويصعدون وينزلون وكذا. هو المادة الأساسية برونز، يعني هي ما راح تتأثر، بالعكس يعني أعتقد المعنى من وراء هذه العملية يعني وضعها أولا بالمستوى الإنساني يعني الهيومن سكيل. نعم. الطفل أو الكبير أو كذا يعني يصير له علاقة. نعم. بالمنحوتة أكثر، يعني وخاصة بالنسبة للأطفال تلمسها اللعب وياها راح تخلي عندهم حب للفن ولل يعني الأشياء الجميلة. نعم. وتنمو للمستقبل. هناك بعض الأسماء ماذا تعني بالنسبة لك؟ ميرو تابيز من إسبانيا وزاووكي من الصين. فنانين الحقيقة أحب أعمالهم بشكل يعني عجيب غريب، يعني أتابع أعمالهم تفصيليا سواء على الطبيعة، يعني لما يكون عندهم معارض تقام هنا وهناك وأتابع من خلال القراءات. أعتبرهم من الفنانين الكبار بوقتنا المعاصر، وبنفس الوقت هم محققين الخصوصية الوطنية في أعمالهم. يعني ميرو مع أنه عايش في باريس بل ومنذ فترة يعني بس بقى أسباني، وتابيس نفس الشيء. تابيس يعني ما تتصورين إيش قد أسباني إلى. نعم. يعني أنا مرات أعلق على هاي الأشياء إلى حد العظم. هو أسباني بس بنفس الوقت هو حديث جدا، والرموز اللي يستخدمها متداولة في ربما في كل العالم. زاووكي أيضا، زاووكي صيني ودارس رسم تقليدي صيني والآن يرسم تجريد بس على طريقته الخاصة على الطريقة الصينية. تحسين أنه يعني أول ما تشوفين قبل أن حتى تعرفين اسم الفنان مكتوب على اللوحات تحسين أنه هذا فنان صيني. يعني باختصار وبالأخير هو زاووكي. نعم. باختصار نقول عالميون من خلال محلياتهم. أكيد. أكيد اللي هذا يعني هذا الشغل الشاغل الآن لفنون العالم وبالذات فنون العالم الثالث. أستاذ رافع ترسم يوميا؟ تقريبا، واليوم اللي ما أرسم بيه أفكر باللوحة التالية. هل تشعر بالحزن عندما لا تحقق النتيجة بعد النهاية من الرسم؟ أكون في حالة عصبية جدا، وكثير من المرات يعني هذه الحالة تحقق لي لوحة أجمل. لو سألك أحد المشاهدين وطلب منك شرح للرموز الموجودة باللوحة، يعني معنى هناك عدم فهم، ماذا تشعر؟ هو ما يحزني بس بنفس الوقت يعني أتمنى أنه يكون تفاعل مع اللوحة أكثر، يعني قبل الفهم التواصل والحب والتعاطف مع العمل الفني قبل أن يكون فهم.
يعني تطمح ليفهم الجمهور لوحاتك؟ بالتأكيد، يعني من أهم المراحل بالنسبة للعمل الفني أنه الجمهور يتواصل ويحبها، والحمد لله إلى حد ما تحقق في المعرض الأخير. هل لديك حس نقدي، وهل هذا ضروري بالنسبة للفنان التشكيلي؟ ضروري جدا، أعتقد مو بس للفنان، لأي مبدأ أن يكون عنده حالة نقدية ويطورها ويا نفسه. شكرا أستاذ رافع، وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين، وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله.